هؤلاء العلماء من جامعة ميامي الأمريكية في طريقهم للبحث عن أسماك القرش جنوبي فلوريدا. الهدف هو زرع جهاز إرسال على جسمها يمكن من مراقبة سلوكها وهجرتها عبر البحار لحظة بلحظة. عندما تطفو زعنفة القرش على سطح البحر يرسل الجهاز معلومات إلى الأقمار الصناعية التي بدورها تزودنا برسائل إلكترونية عن أماكن تواجد سمكة القرش ومن أين انطلقت ومعلومات أخرى حول البيئة التي توجد فيها. يتم استدراج القرش واصطياده باستعمال سمكة الباراكودا. العلماء محظوظون هذا اليوم فقد تمكنوا من اصطياد سمكة قرش طولها 2.5 متر، إلا أنها لم تكن من ذلك النوع من القرش الذي يبحثون عنه، ولا من تلك الأسماك التي تقبل بسهولة أن يتم فحصها. ومع ذلك أخذ العلماء عينة من دمها ومن أنسجتها الجلدية لفحصها قبل إعادتها إلى البحر. في عام 2011 تمكن فريق من العلماء من اصطياد مئات من أسماك القرش، نصفها من النوع المراد اكتشافه.